هيا با هسه عرف شنو عالج طلع بيه قلب. شلون عرفي؟ شنو راس الطبيب؟ لا صفحه مال يوتيوبر مشهور ونشي شغلات طبيه. ومن نشوف قنوات اليوتيوب او الفيسبوك تعتبر مصدر علمي، اشو اغلبها ناس عاديين لو ماخذين الكلام من النت لو قارين كتب ويسولفون اغلبهم مو اختصاص. زين اذا الصفحه والقناه مال طبيب مشهور شنو ردك؟ اذا طبيبي يقدم نصايح ممكن، بس مال يشخص بفيديو فلا. اذا هالشكل خلت عزل كليات الطب والمستشفيات وما نحتاجهم. علي مو كل واحد يوجع صدره بقلب، ممكن قولون عصبي او تشنجات عضليه. يا معود كومة امراض تشترك مجموعه اعراض، وما ممكن بفيديو او كتاب يشخص 100%. منتظر انت مو تدرس طب احضرنا. كلام صادق صحيح. وجع الراس مثلا سبب الام الاسنان، العيون، فلاونزا وكورونا، واحتمال الجانب النفسي او ارتفاع ضغط الدم وامراض اخرى. شلون نقدر نحدد سبب الوجع غير مختصي بحصنه؟ يحتاج تحاليل رنين او سونار حتى يفرق مرض عن مرض به نفس الاعراض. والله يا اخي ايش اقول لك، هي تاهت بعد علينا. ولا تاهت ولا بطيخ، انطي الخبز الخباسته وروح للمختص الخبير الثقه من تحتاج شغله مو بس بالطب. اما اذا كل واحد يروح للنت لو للشخص المو مختص او مختص بس مو ثقه، فاكيد مصدر الكلام محل شك، فمعناها صدق راح تتيه السالفه. فعلا لو كل واحد يمشي ورا غير مختص كان الدنيا بعدها بالعصر الحجري. للأسف احنا المشكلة اللي تصير عندنا خاصة في هذا الوقت مع وجود موقع التواصل الاجتماعي، مع وجود قنوات، مع حرية الإعلام، كل واحد عنده قدرة يفتح قناة ويلم متابعين. هسه يلمهم لأنه فعلا مختص، يلمهم لأنه خوش يسولف، يلمهم لأنه يعرف يدير العملية الإعلامية من خلال المونتاج ومن خلال باقي التفاصيل بشكل جيد. مو مهم، المهم كل واحد يصير عنده حرية في أن يفتح القناة اللي تعجبه ويكسب المتابعين اللي يعجبه. زين، هذا ماكو مشكلة لو ما يأثر على الجانب العلمي. احنا مشكلتنا اليوم من اكو ناس غير مختصين في مجالات متعددة، مو فقط في الطب. جيد إذا كان صاحب القناة مختص في مجاله، لكن مو خبير، مو كل مختص نقدر ناخذ من عنده. تعرفون في عالم الاختصاص اكو عندنا لازم دقة، والإنسان يكون يوصل مرحلة يكون كلامه القول الفصل مثل ما يعبرون عنه. بالتالي مو لأنه مختص ويعرف يسولف معناته هم ناخذ من عنده، لازم يكون خبير وثقة، لأنه الإنسان اللي مو ثقة الهوى والمزاج هو اللي يحركه مو الجانب العلمي. بالتالي ثقة وخبير في مجاله. طبعا هذا ينطبق مو فقط على الجانب الطبي، لكنه أخطر شيء. احنا عندنا جانبين، انه أخطر شيء طب الأبدان وطب الأديان، أو إن صحت التسمية الروح والجسد. فبالتالي أنا اليوم من عندي معلومة خطرة طبياً ممكن تموت الإنسان، الأخطر من عندها لما يموت الروح نفسها تنتهي. الروح إذا انتهت من خلال معلومة مدعي علم، مدعي دين، مدعي علاقة مع الله أو علاقة مع ولي من أولياء الله، هاي مشكلة كبيرة لمجرد أنه السحنة والشكل والمونتاج وربما المشاهدات أو حتى المتابعين. المشكلة اليوم عندنا بعض معايير المتابعة، يقول لك والله فلان قناته بها 1,000,000 متابع. وشنو يعني 1,000,000 متابع؟ مو صعبة اليوم في عالم التواصل الاجتماعي. معيارنا لازم يكون العلم والخبرة مع الوثاقة. إن شاء الله نستفيد من هاي التجربة وما نروح إلا لأصحاب الخبرة الموثوقين، ونشوفكم بخير.